السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة ويوم جديد، وكمان نجم مميز جديد ضيف حلقة اليوم، ممثل موهوب مبدع ما اختلفناش، ما فيش مسرح إلا وظهر فيه برضه ما اختلفناش، وكمان في الدراما اليمنية له عدة أدوار وصاحب 20 وجه. لكن إيش بيسوي اليوم في المقلب؟ وهل بيوصل الرسالة الهادفة اللي موجودة داخل المقلب؟ هل بيتفاعل ولا بيكون بارد؟ هل بياخذ الموضوع بمحمل الجد ولا بيفضحنا أن هذا مقلب؟ كل هذا بتشوفوه بعد شوية، اصبروا وخلوكم معنا في حلقة أكثر من ممتعة إن شاء الله. بسم الله، خلاص جاء. هاي جاي، ارحب يا أيمن. ما لك جالس تغير ساعة؟ يا عمي زنجبل وغبارة. زنجبل وغبارة. طيب هداء هداء، صلي على النبي هداء. ها اشرب يا أيمن، شرب يا حبيبي، شرب بالعافية. كيف أنت؟ تمام. إيش الأخبار؟ إيش الجديد؟ مستعجل ما في وقت؟ والله إن أنا أجي معي عمل. ترك بالله، الحمد لله أنك جيت، نورت جدا جدا جدا. الحين نسأل أنت داري كيف؟ نشوف العقد هذا حق الإعلام بشكل سريع. ما أقول خارج إعلان منه. إعلان بيكون داري ما بقدر قام جديد. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ما أدري إزعاجك في هذا الوقت، عارف إنه متأخر بس الأمر اضطراري. تفضلي يا أختي، تفضلي. من كيف حالك يا أستاذ حسن؟ معك مسؤولة الرعاية لدار المسنين. مسؤولة الرعاية لدار المسنين، أهلا وسهلا يا أختي، تفضلي. طيب إيش في بالضبط عندك؟ والله يا أخي حسن، معنا هنا واحدة من المسنات تحتضر، قد لها تقريبا يومين، وباين باين إنه بتودع اليوم. تمام. ايش عرفك بتودع؟ اصلا غلط تقولي هذا الكلام. والله تعبان. اسمعني يا اخي، تعبانه جدا، في حالتها الصحيه تدهورت بشكل ما تتصور. تمام. طبعا قد لنا من لما مرضت تقريبا اسبوع نحاول نتواصل بابنها. تمام. طيب ايوه. عدنا ما رضاش لا يجي يزورها ولا يرد على تلفونه ولا شيء. الام قد اسمعني، الام قد احنا نشوف حالتها هكذا، تشتبنها، فنحن مش قادرين نوصل له. طيب يعني سألك بالله، لحظة يا أختي، لحظة. بالعقل يعني تواصلتي أنتي وابنهم أو ابن الحجة هذه مش راضي يتجاوب معاكم ومش راضي يجي يزورها وما قدرتوش تقنعوه، يعني تجي تتصلي علي أنا إيش دخلني الله أحنا. يا أخي اسمعني، ما يردش أساسا معنا نفتهم لك. طب أنا مش قادر، أنا في وضع مش قادر أقول. طب أنا ما فعلش، الله يحفظش، ما فعلش. يا استاذ حسن، انا اشوف اعمالك الخيريه اللي تنزل على اليوتيوب واللي تنشرها في صفحاتك. طيب اعمالي الخيريه بس مش الان، انا رايح الان، انا والاستاذ ايمن الصنعاني معنا توقيع. طب قد قلت لك المعذره، الاتصال الان اني عارفه انه غلط في هذا الوقت، بس بجيب لك الرقم. خلاص هات لي هذا اللي جنبك، ايمن الصنعاني، هتكلمك بتفاهم انا وياه. انا الو اختي معاش استاذ ايمن، كيف حالك؟ الله يعافيك. والله زي ما سمعتني معانا هنا من في الدار، واحدة من المسنات تعبانة. تمام. ايوه. فليش تجي تحاولوا توصلوا، يعني توصلوا لابنها، لانه نحن قد عارف برقمنا كلنا اللي نتواصل بهم. ابنها وينو؟ ابنها والله ساكن تقريبا في شارع 50، بس لا تكثريش كلام. لا ترسل لنا رقمه. لحظة، ابنها يعني جاء طرحها في الدار ولا كيف؟ جاء طرحها في الدار، قد لها تقريبا عندنا 6 شهور، بس هذه الفترة الأخيرة مرضت زيادة، فلما تواصلنا أبوه عرف أنها مريضة، ما عادش راضي حتى يجي يشوفها. ما احناش قادرين نقول للأم إنه ابنش مش راضي يجي يشوف شوي بهذه الحالة، فهمتني؟ اسمعيني يا أختي، يعني مالها هذا المر، مالها؟ طبعا قد عمرها كبير كبير جدا، افتهمناك في تعبان. لا العمر بيد الله، غير مالها. طبعا هي مريضه، فيها سرطان في الدماغ. الله يشافيها. ايوه، جلسات كيماوي وكذا، فنحن ايش تيجي نشوفها، تشوفه يعني. اذا قد تقولي ايش تشوف ابني، ايش تشوف احمد؟ نهيذ الحين بصير صحتها العقال يا الحجه هذا. طيب اسمعيني يا اخت، الله يحفظك، معك رقم ابنها؟ ايوه الاربعين. خلاص ارسلي بلا كثره كلام. يلا الله معك. يلا مع السلامه. انت يا حسن مشاكل يا عم ايمن، مالك يعني يا يلا بحرو. تمام، بس بحق ما يعني حصلتك اليوم والتقينا، نروح نشوف عملنا، ندخل لنا قرشين. لكن مشاكل يا حسن، انا افضلك انت يا عم رجع، انا افضل قلبك. المهم قول لي كيف ايش الجديد، ايش معانا؟ تمام. لكن الامل ليش تتعامل هكذا؟ والله غلط. ايش في مالك يا عم؟
انت معروف يا احسن يا ايمن. الله يحفظك. نساء اسالك والله عاد جغرني انت اقسم بالله. ما جغرك انت اخي حبيبي. انا تمام ازعلك انت تمام. انا صاحبك وانت واحنا اخوان الله المستعان. غير يعني والله انك يا سعام انا اعرفك تجاوب مع الناس بطريقه. طيب انا قلت لها ترسل رقمها ما فعلها يا صبن لهم ثيابهم. ما تصبنش ثيابهم يا حبيبي. معهم من يصبن انا افدالك. طيب. ما فيش معهم من يصبن ما يتصلوا. ارسع ما تقول تعاملها كذا شويه. حاضر اها. ودرسلت الرقم يا قلبي. هي الرساله يا اخي. من يدخل في هذا المجال لا يقول شي تعبوني. اي واصل بها اي دعم من الناس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا اخي؟ كيف امورك؟ ان شاء الله بخير. تمام انا بالسمبتيك. الله يسعدك ان شاء الله تكون طول حياتك كذا في السمبتيك. كيف امورك؟ آمين طيب. امين يا رب. كيف امورك؟ بخير مرتاح؟ اوه اليوم عيد زواجي. هم معي هذا ابنها. ابنها اليوم عيد زواجك يا غالي. ايوه. وعيد امك اي حي؟ عيد امك انت ما بتصوم. شوف يا احترم يا نفسك يا محترم. انا بين اقول لك نفسك. امك ما بيسب هذا. ما دخل بامي. ما امك ماشو. موجود. اسمع 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 يا ابن الناس يا محترم. تحاكس والله يحفظك. ها معك الاستاذ ايمن الصنعاني. معك ايمن الصنعاني بدون استاذ بدون شيء. معك ايمن الصنعاني ماشي. امك يا اخي مرجومه في دار المسنين. ليش ما تروح تزورها؟ لا يا حسن لا 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 يا اخي اهمك لامي. لحظه لحظه يا حبيبي. كيف انت؟ الحمد لله. باسمك؟ باسمك اسمي احمد. احمد وين انت ساكن يا احمد؟ احنا مش احنا دارين وين انت. بس وين انت ساكن يا احمد؟ يا احمد انا مشغول مع عيد زواجي ومرتي جنبي. يا اخي الله يريحك الله يريحك. والله ما تصبر لك مرو وانت كذا. والله ما تصبر لك مرة وانت هكذا. اسمعني اسمعني انا اقول لك انا ليش بزيت امي لدار المسنين. ها يا اخي انا بزيتها اول شيء لعندي للبيت بس في مشاكل بينها وبين مرتي. اجي السنه الصايحه قلت اوديها. يا تعبان هذا امك. امك عيب علي. ما دخلك يا الله. ما تعبان لعن مرتي اهم. نكلم الدلال. نكلم الدلال علشان نكلم الدلال. يا هذا ما عليك. نكلمه باحترام. يا 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 اخ احمد. يا اخ احمد باحترام. اسمع من انتو يا اخ احمد؟ باحترام. هنا يا حبيبي. من انت يا اخي؟ من انت؟ وين انت ساكن وانا اجي لك؟ والله ما تخوف. يا حبوب يا حبوب. يا شيخ يا شيخ احمد اضحك. اول شيء اول شيء اضحك باحترام. اول شيء قول لي ما هذه مرتك احلام من امك. انت ما انتش محترم لما تقول لي امك. اقسم بالله ما هذا الحين. اصبر يا ايمن. وين انت وين انت يا حسن؟ راح اصبر. راعي راعي يا احمد. ماش محترم هذا. يا وين انت وين انت ساكن قول لي. راعي راعي يا حبيبي. نقع محترمين مش محترمين. احنا بيتصلوا لحسن الان بيقولوا امك في دار المسنين قديم دري تاعب قوي. يعني احنا من باب المح قد هي كبيرة بالعمر اصلا. ان شاء الله متى ما تموت انا انا اكمل عيد الزواج. اكمل عيد الزواج واروح لها. مدري ومدري ومدري ودعيش اكثر منك يا تعبان. مدري ودعيش امك اكثر منك. لا تقول شيء تعبان. قسما بالله ادخل لها كل شيء. ما لك دخل مني. ما يا حبيبي. ما انش حبيبك ولا اعرفك. ما لك دخل من امي وما لك دخل من حياتي. يا حياتي انت. ماذا مش حق احترامك. اي اي قدمي قدمي ترتاح. قلت لك ما يا يا حبوب يا حبوب بالله حتى اليوم نكون مبسوطين مرتاحين. يا حياتي قد بتجابر جنبك الحجة. اي خيرة الله خيرة الله. ما نفع الله هنا هذا والله العظيم. ما نفع الله يا اخي. يا اخي انا الشيء عسير بس ان تمنحني ما هو انا اشتي عسير عند امي بس ان راح نجي لو درت بتمنعني. الله يقلع الرجال من امثالك. ولا لو انت اصلا رجال ولا لو تعرف الرجوله. اسمعني اسمعني ييه يا احمد هواء. الو هواء بطنك ما تشتي مني يا حبيبي. انا بين اقول لك لحظه. اسمعني اسمع غير هذا الكلام بس. والله ما تعيش بسعاده وانت مش امك ماشي راضيه علي. والله ما تعيش بسعادة وانت مش امك ماشي راضية عليك. اقسم بالله والله اننا عايش في السعادة وهي في دار المسنين. اقسم اقسم بالله ما غير بتتخيل انك في سعادة. ولا والله ما انت في سعادة. هذا امك. امك يا تعبان. امك اخ امك. امك مالك دخل امك انت. هذا امك. امك يعني سعادتك سعادتك بالدنيا. لا يقول لك شوي انت بنفسك.
اين مدرس اللي هذا؟ من الناس. ما نفعل. اسمعني اسمعني يا كل الاعلام عشان يتكلموا علينا يا اخي. مشوا احنا ما بنتكلمش عليك. تموت هذا تعبا والله. انا ما اتدخلش المشكله خليهم يصيروا ملح. استغفر الله العظيم. ايش جديدك يا استاذ ايمن؟ ايش فعلت هذا رمضان؟ ولا فعلنا شيء والله. ما من هذا بعد ما لك. صلي على النبي يا اخي. اعتبر ما قال لك ما اعيش الا اعتبر انه ما سمعت شيء. شيء طبيعي خلاص. انا طيب نفسي. وانت كان المفروض تضحك هذا. طيب يا اخي خلاص مبشرك على حيوان تضحك هذا معاه. لا تضحك شيء. وقع يضحك حسابي عند ربه. طيب انا اتصل الان بال الله العظيم. من هذا؟ من هي؟ بدات الدنيا تلشلش امانه. من هذا؟ هذا المسنين. عاد انا كنت اشي اتصل لكم. ايش اشتي يا اختي؟ احنا نسين نتصلش نقول لش احنا ما نتدخلش ولا لنا دخل. يا اختي ولا لنا دخل بالموضوع. ولا لنا دخل. ما نتدخل. من راعي الام تنازع وتقول احمد. ها؟ الام جالسه تنازع قدامي انس قدامي وتدور احمد. انا قلبي تقول تدعي الله بس. تقول لا بردي لا بردي لا بردي لها من ابن هذا. قولي لا احمد الله وتشكريه اني عايشه وحده. قولي لا برد بردي لها من احمد. تقول يا الله بس. وينو ويني وينو هذا دار المسنين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايش العاصي هذا؟ اقسم بالله قلبي تقطع. ما قدرتش اقول لها ابنش مش راضي يجي يشوف. يا اختي اسمعيني مفعل. لا راعي يا اختي اسمعيني مفعل. الحين انا ما اتدخل. يا حسن يا اختي اسمعيني. ايوه قولي لامه هذا. يا ايمن اسالك بالله بس الحل. مالك يا حسن راعينا؟ يا اخي ما عاد اقدرش اتنفس. ما اتدخلش انا ما اتدخلش. ايش تصيله عندي؟ ليش يا حسن راعي؟ صلي على النبي. ما ايش الاسلوب هذا يا استاذ حسن؟ ايش الاسلوب؟ انا اغلق له وجهه. فك يا ايمن فك. راعي مشي. تلفون راعي. يا اختي اسمعيني. ايوه يا ما تدخلش في مشكله. اتصل من تلفونك. راعي انا افدالك راعي. انا اتصل من تلفونيها. كم هو الرقم وانا اتصل من تلفون. خلاص يا اخي كمل على الله. كمل. راعي يا اختي اسمعيني. صلي على النبي. ويني الام هذا؟ تحتضر. اقول لك تنازع في الغرفه وتصيح احمد هات احمد قبل ما اموت. هات احمد اشتي اشمه قبل ما اموت. تقول لي ايش؟ اقول لها مش راضي يجي يشوفش. يا اختي قولي لها. قولي ويني هذا امه وددي وانا حاكي انا والدعم بس منه. في شاهي احنا نعقب لك في دار المسنين. قولي لا احمد الله وتشكره زوجها عايش مرتاح مع زوجته والله ما وداري وين امه. قولي لا احمد الله وتشكره وتدعي له بالهدايه بس هكذا وبس. ما تقول لك مالك يا حسن مشوا هذا اسلوبك يا اخي. ما نفعل يا ايمن. انا اقول لك هات شينا نحل المشكله. خلاص يا اخي اتصل به يا اخي واعتذر منه ما دام مشي اسلوبي. لا تعتذرش منه. امه مريضة. اسمع لحظة. لا تعتذر منه يا اخي. معتذر تعتذر منه الله يا اخي. حرام امه. علشان امه يا ايمن. مشوا رجال شكله. عيب لا نسب بلش. استغفر الله يا اخي. اذا اسالك بالله مضره بصحتك امانه. خليني اسالك بالله. طيب اهدى. راعي عامل فالنتاين دي. الو ايوه يا اخي انا اسف. دخل لو سمحت. اسالك بالله. بتوترني. راعي يا حسن راعي. راعي انا قد الى هنا والله. راعي انا عنزل يا اخي بسرعه. طب والله معي حفله. لا تسري يا حسن. انا عنزل يا اخي. اصبر يا هيمن. هم لك اعلان وزلط في اما تموت. ما بينهم شعلان يا حسن. بين اقول لك وانا عنزل. لا تقلب صورك. تمشوا رجل هذا يا اخي. بتسمع انت تتكلم على الناس يا ابني الرجال. صح على وجهك قسما بالله. لا تدخل لها كرشك. لا يا حسن يا ابني الرجال. مشوا انك تعيش مع مرتك. الرجال الرجال تعبا. مالك ما اشتيهاش. انا ما اشتيش امي. انا اشتي مرتي. وين انت ساكن؟ وين انت ساكن يا مرت مرتك؟ وين انت ساكن؟ قول لي الان اجي لك. والله خلي مرتي تضربكم. والله امسك يا ايمن امسك. طيب امسك. وين انت ساكن؟ وين انت ساكن؟ وين انت؟ اسمع مرة حبيبي الان. خلاص وينك ساكن؟ وينك يا اخت انت عاد رجعت. وينك لحظه يا حسن انت عاد رجعت. وينك يا حسن راعي. مالك انت عاد رجعي. تقعي يوم من الايام ام عاد تحسي بهذا الشيء. تقي الله انت عاد رجعي. تقعي يوم من الايام ام عاد تحسي بهذا الشيء. تقي الله يا اخت بدل ما تنصحي زوجك تقولي له هذا امك ابقى من الدنيا مع. استغفر الله العظيم على نسوى. وينك ساكن؟ وينك؟ نجي نحتفل معاكم. 50 اجي احتفل معاكم الان. احتفل مع هذا. يلا نجي نحتفل. انا اجي الان انت في 50. ايوه خلاص راعي عندك. انا عصر يا حسن. والله لا عصر لي يا
كمل. ما تتصل. لا تجاوب. الأخت الأخت. ها نصير لل. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش؟ أوف. إيش في؟ اسمعي لا تجننيني. ماتت قدام عيني ومش قادرة أسوي لها حاجة. ماتت وتتمنى ابنها، ابنها العاصي ماتت وتتمنى ابنها. فين فين وهذا؟ فين دار المسنين؟ تخيل ماتت وتقول نفسها تشم ريحة ابنها وتشوف الله لا سامحه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. ما بتحاكي إذا الحين صدق يا أختي. ما رأيك يا بنت؟ مش راضي عن ابنها يا أيمن. أين بيدي ربي هذا الآدمي؟ أين بيدي أدخله؟ يا أختي صلي على النبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخت في شارع تعز يا أخي إذا بتجو تشوفوا وتجون للأم أرش أصير الخمسين للولد فلت خرجوها للخمسين فلت يا أيمن. ما عليك من الولد هذا خلاص أنا شاسر لابنها بعدك يا أخت حرم ما يندفن إلا هو وياها. مالك يا حسن مشهولة وشك هذا المواضيع هذا هذا مشهولة وشك المواضيع حسن لا عيد له حسون دائما أنزلك خايف أنزلك يا أيمن لا تنزل مش أنا خايف خايف من مصر أطرحك أنا بتصير عند الإعلان حقك أنا مشتيش أين إحنا جينا في عمل لا تدخلناش فيه در وداوية مش وفجيعة ولا شيء مالك منا حسابه عند الله سبحانه وتعالى أنت والمجابر هذا مالك للحين يا حسن طفي دخان ما طفي الدخان طافي أنت طافي أنت حسن أنا عتسيب دلا دلا سبناهي الحين عتسوق أنت يا حسن عتسوق يا أيمن تمام تمام مش هسوق أجنب لك أنا أين هنا يا حسن مالك أوف أنت مالك يا شبه مالك أنت داري قال لي مش على ذا الحين أفضل حل مالك ذا الحين أنت شي نسي شي روح البيت أين روحني البيت علشان خلاص كملت الحلقة حق المقلب مقلب ولا شي يا مقلب ما اصبر 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 يا أيمن اصبر صلي على رسول الله لعن تاريخك جي معانا علان معانا معانا استغفر الله العظيم ده اللي تخلينا انت يا ظل الفرق اقسم بالله انك والله حبيبي اقسم بالله انك قسم بالله انك اصبر اصبر وتخليني ادخل في هذا المود وساعة ما هو يا حسن صلي ما هو يا حسن طيب صلي على الرسول يا حسن ما والله العظيم واجي واقف لك من اخر الدنيا اوكي مرات يا ايمن اما غلط لك دار رمضان ما حد سب ما حد سب وطفي خلاص يا ايمن انا اسف والله اني اسف وهذا مرتاح مع مرته والله انني اسف انا اغلط لك واغلط ما عاد انا صلي على الرسول صلي عيب عيب يا حسن والله انك ودمهدني وهذا راكور بين اقول لك معي يا تصوير حبيبي يا والله وجيت امهد وجيت الله يسامحك والله انك حبيبي الله يسامحك قسما بالله انك حبيبي والله اني احبك من هم هذا من هذا هذا زين العابدين زين العابدين ابلان طبعا والبنت بهية ها تخيل بهية من تخيل بهية محمد والله اسالك بالله اقسم بالله بهية محمد اللي اشتغلت انت وياه كثير اعمال خلاص خلاص انا اسف ايمن انا اسف يا ايمن انا اسف والله اني اسف المشكلة ان انا عاجلت الاستاذ المخرج يا استاذ معي ظرف طارئ الله عاد باقي احسن من الظرف هذا مالك عاد انا براكم ايوه والله والله شيبه عاصي انت مش انا شيبه عاصي هذا العاصي هذا شيبه العاصي قسما بالله طيب يا ايمن الله يسامحك يا احسن اقسم بالله انت في والله انا في ييه طيب يعني يا حياتي يا حبيبي اسمعني برجالة انت مش انت رجاء والمعذرة انت مش انت رجاء وحسن والكل انا اسف انا اسف والله يقلعت ويني بهية ويني بهية يا زين يلا بهية الله الله يا ايمن ما هذا احنا صرت عالج انا بعدك قد خلف عتك وخلف عتك يا بهية ايوه ايمن هيا بعمي عاد انت تذكريها اكيد اكيد كيف ما تذكرهاش يا ايمن من بعد هي اللي بك ياه ايوه احترام العام شوف كيف بتقدر ما شاء الله ولا احترام احتضرت الله يكيد يا ايمن المشكله ان انا قدرت حسن ومشي وحق تقدر والله 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 انت حبيبي والله انت حبيبي يا ايمن المشكله فرحني قال لي تعال اعلان ومدري ما وقرشين قلت مش من القرشين انا جيت تقديرا لك والله
اخي ما اختلفنا شل قرشن والكل ما حد بيشتغل بلا اي والله تحياتنا لماك وتحياتنا لامهاتنا كل امه والامهات اليمنيين انا بدال امي اسمعني يا محمد اسمعني حب الام ثاني وحب الزوجه ثاني لا يمكن انك يعني تقارن بحب امك وحب مرتك اكيد مرتك على عينك وراسك امك الدنيا وما فيها زين 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 وبهي شكرا ربنا يسعدكم يحفظكم ان شاء الله وان شاء الله نلتقي يوم ما نحلل فيكم معي من صعاني وصلنا الى نهايه وختام حلقه اليوم امان الحلقه يا ايمن رهيبه جدا شكرا على رده فعلك الجميله الانسانيه انت والله انا اشوف والله لو الموقف صح ان انا بعيد من الموقف بس والله لو انا عند الموقف اقسم بالله لا اكله اقسم بالله فعلا ابنها لو انا جنبه اقسم بالله يعني ما امه تحتضره ويحتفل بعيد من الزواج يعني تناقض كبير حسبي الله انا اسف يا ايمن في الاخير انا اسف جدا الله يسامحك يا حسن وبيننا في الحارة حبيب قلبي انا افضلك يا ايمن وصلنا الى الختام والنهايه ان شاء الله باذن الله نشوفكم كل يوم ضيف جديد او ضيفه جديده مقلب جديد ومختلف وكمان تجربه انسانيه ورساله هادفه باذن الله توصل لكم كلكم وتلامس قلوبكم يلا قول لهم انا دورك ما أقول لهم يا حسن رمضان كريم حسن رمضان كريم شكرا يا حسن شكرا يا حسن يا مطلع. رمضان كريم